مرحبا واهلا وسهلا فيكم في الحلقة السابعة بالطريق الى كندا. هذا سلسلة الفيديوهات اللي عم بعملها انا عشان اشرح لك شو افضل طريقة ممكن تختارها عشان توصل لكندا بطريقة قانونية وشرعية. تابعونا وشوفوا الحلقات اللي راحت الحلقات اللي راح تيجي لانه راح يكون فيها كتير سوربرايزز. رجعنا لكم في الحلقة السابعة زي ما حكينا عن الموقع تبع الإميجريشن تبع كندا اللي هو حلقة اليوم. نحكي أول شيء حكينا إحنا عن هدول التنتين الإكسبرس إنتري والبروفينشال نومينيشن. رح نحكي على الأتلانتيك إميجريشن بايلوت. مين هم الأتلانتيكس؟ هم أربعة بروفينسز: نيو برونزويك، برينس أوف إدوارد آيلاند، نوفا سكوشيا، ونيو فاونلاند لابرادور. خلينا أورجيك أيهم هون. هاي نيو برونزويك، هاي نوفا سكوشيا، برينس أوف إدوارد آيلاند هون لي هاي، وآخر إشي بيجي نيوفاونلاند أند لابرادورز. هاي نيوفاونلاند واللابرادور، هاي نيوفاونلاند أند لابرادور. أوكي، سو واحد اثنين ثلاث، وهاي الجزيرة الرابعة. هلأ هذا البرنامج هو بايلوت بروجكت. شو معنى بايلوت؟ معناها انه برنامج مؤقت للتجربة. اوكي، عملوا هدول اربع بروفنسز عشان يشوفوا كيف هذا البرنامج راح يمشي عشان يعبوا سوق العمل اللي موجودة. بدأ في مارس 2019، فمفروض يبقى ل 2021، هو سنتين. شو هو هذا البايلوت بروجكت؟ لازم هو مور فليكسيبل عشان الهايرينج في الهيلث كير بروفيشنال، وعمل كتير تشينج في التيمبوري وورك بيرمتس عشان تاخذ تصريح عمل مؤقت. الان هذا البايلوت، خلينا ندخل عليه. البايلوت بروجكت في ثلاث انواع. اول واحد للانترناشنال جراديويت من اتلانتكس يونيفرسيتيز، يعني واحد درس في احد الجامعات اللي موجوده غاد، فبعطوه بكون اليجيبل لهذا البرنامج. شو هو هذا؟ انه عاش ودرس في البروفنس لمدة 16 شهر على الاقل في اخر سنتين. هو met the education requirements، هلا حنحكي معهم الدراسة. اللانجوج تيست لازم يقدم لانجوج، وعنده enough money انه يقدر يعيش في هذا. الورك اكسبيرينس مش مهم جدا، فاذا ما عنده ورك اكسبيرينس عادي. الادوكيشن لازم اتليست عنده 2 year degree diploma، يعني اذا انت اجيت على هاي الاماكن واخذت 2 years diploma او certificate ممكن تقدر تقدم لهذا البرنامج. اذا ضل لازم تكون انك كنت full time خلال المدة هاي، graduated in the 24 months before we received your permanent residence application، يعني لازم تكون عايش سنتين بعد التخرج عشان تقدر تقدم على الابليكيشن تحصل على البي ار. و اللانجوج والفرنش والانجليش كورسز ما بتنحسب. عندك فيزا طبعا شغال، وعندك ستادي وورك ستادي بيرمنت، يعني ان او وورك بيرمنت انك طيب اذا انت دارس برا كندا only your education can be considered، يعني اذا انت دارس خارج كندا اي اشي ممكن يعني يساعدك هذا شوية في البرنامج، بس مش كتير مهم. فهو كل هذا التركيز على اللي دارس جوا كندا. طبعا حكينا انه لازم يكون عندك language test و proof of fund. اوكي، الشغل الثاني لازم تاخد offers على job، يعني اذا انت لقيت شغل اوكي ويكون بكون سهل بتقدم بس للنومينيشن، وبعدين بتعمل submission للابليكيشن تبعك. هذا الاول. خلينا ندخل على الثاني اللي هو Atlantic High Skilled Workers. هذا بيختلف شوية. طيب هون لازم يكون عندك في الثلاث سنين الماضية 1560 ساعة عمل، يعني لو انك بتشتغل كل سنة 30 ساعة بالاسبوع that you would have worked in a year، يعني عندك سنة لو اشتغلت 30 ساعة بتقدر تحصلهم هدول. لازم يكون الوظائف تبعتك من ليفل 0 و A و B. ليفل 0 حكينا مانجرز،
ليفل اي اللي هم هايلي ايديوكيتد اللي هم دكتور دنتست وانجينيرز والشغلات هاي، والبي اللي هم زي الالكتريشن الطباخ البلمر اللي هو تبع السباك المواسير. اوكي طبعا هون الشغلات اللي بتقدر تحسبها وما تحسبها في الاورز، مثلا بارت تايم تقدر تحسبها، مفروض ما تكون تشتغل لحسابك الشخصي، شغلك هذا these work hours can be inside or outside Canada، يعني اذا انت شغال برا كندا او جوا كندا، ال hours accumulated per hour per period of at least 12 شهر لازم يكونوا، الeducation لازم يكون عندك واحدة يا اما high school من كندا or post secondary certificate diploma من كندا، او a foreign degree diploma or certificate or quill مش عارف ايش من برا كندا. اوكي اللانجوج لازم يكون عندك again اللانجوج بكف تيست، لازم تعمل لانجوج تيست بحيث انك تقدر تعمل communication enough to live in Canada. يعني مفروض ما مش مش طالبين هون كاتبين قديش طالبين، اعتقد انه طالبين كتير، four or higher شايفينها، فهذا يعني مش هالعالي، at least 2 years proof of fund، لازم يكون معك مصاري طبعا، ونفس الشيء لازم تأخذ job offers وبتعمل submission للابليكيشن. النوع الثالث اللي هو intermediate، هدول الوظائف اللي بتختلف شوي، نفس الشيء لازم يكون عدد الساعات نفس الشروط هون. هذا الليفل سي، الليفل سي اذا انتم متذكرينه احنا خلينا نروح على هذا ال ونورجيكم شو الليفل سي. احنا رحنا عليه فايند اللي هي نوك، اللي هو زيرو حكينا مانجرز، اي اللي هم بروفيشنالز، بي اللي هم تكنيكال جوبز، وسي اللي هو انترميديت جوبز اللي هم مثلا اندستريال باتشرز، لونج هول تراكس اللي هم حكينا عنهم سواقين التراكس، الفود اند بيفرج سيرفيسز زي واحد مثلا بقدم بيقدر يعمل تصنيع لاكل او شغلات معينه، مش طباخ، طباخ في البروفيشنالز في البي. اوكي سو هون هدول هم زي ما حكينا هم. اوبشن 2 يو هاف ورك اكسبيرينس از ريجستر نيرس، يعني ممرضة مسجلة أو هذا، physiotherapist nurse و practitioner nurse licensed practitioner nurse. You have one of the following job nurse aide. هدول برضو كلهم شكلهم بدهم home support workers، هدول اللي بروحوا على البيت بيساعدوا الناس اللي عاجزين عن انهم يساعدوا نفسهم، يعني كلهم بالهيلث هدول. education لازم يكون عندك زي ما حكينا نفس الاشي يا اما high school من كندا او دبلومة او foreign degree دبلومة، فالموضوع اسهل. language مفروض نفس الاشي، proof of fund نفس الحاجة، لازم يكون معك فلوس، you don't need to show the proof until the end يعني if you already living in Canada working so ما بدك انك تقدم على proof. اوكي يو ماست هاف ا جوب اوفرز، كلهم لازم يكون عندك جوب اوفر من واحد من المؤسسات اللي موجوده في هذه المقاطعات عشان تقدر تقدم على الابلكيشن، بتقدم على الابلكيشن. بشكل عام هذا المختصر، طبعا عشان تشوف البروجرامز اللي انت لازم تقدم عليه هون مختصرين لك اياهم بجدول ممكن تقارن فيهم، وممكن تقدر تتواصل معهم وتحاول انك هذا. هلا بس لقيت البرنامج اللي انت اقرب شيء لك وبساعدك، بتروح بتحاول انك تحصل على جوب اوفر من احد المؤسسات او الشركات اللي موجوده في هذه المقاطعات بدهم ناس يشتغلوا، بتعمل سبمشن للموضوع، وبعدين تيجي بتاخذ تمبوري ورك بيرميت بتقدر تشتغل فيه، وبعدين بتقدم على ال permanent residence. فهاي شوي أطول بس أسهل لأنه
يعني انت بتلاقي شغل قبل ما تيجي، فالوضع يكون اسهل. هذا هو موضوع الاتلانتيك اميجريشن بايلوت. اجين هذا مؤقت، ممكن يقعد اكثر من سنتين، لحد الان اللي شايفه انا حاطينه انه سنتين. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.